بسم الله الرحمن الرحيم. بالرغم من أن شعب البحرين اعتاد على هذه المهازل القضائية، هذه القرارات التي يصدرها الطاغية وعصابته، إلا أنه صعق لسماع أنباء القرار الخليفي بإعدام 3 من المواطنين من شباب الوطن. هؤلاء الشباب أبرياء مما نسب إليهم من تهمة قتل الشرطي الإماراتي، وإذا كان هناك من تهمة فالتهمة يجب أن توجه للإماراتيين وللسعوديين الذين جاءوا بشبابهم ليقتلوا أهل البحرين. هؤلاء الشباب 3 الذين اتهموا إنما سحبت اعترافاتهم تحت التعذيب، وقد أكد أصحاب العمل الذي يعملون فيه أنهم لم يكونوا خارج العمل في الوقت الذي قيل أنهم ارتكبوا الجريمة المذكورة، جريمة قتل الشرطي الإماراتي. الذي حدث أنهم اعتقلوا من منازلهم ووجهت لهم التهمة، بينما يؤكد أصحاب العمل أنهم كانوا متواجدين في محل عملهم في الوقت المذكور. هذا من جانب آخر، فإن أحدهم وهو عباس سميع قال في شريط واضح سرب من السجن قبل عام تقريبا أو أكثر، قال أنه لم يرتكب تلك الجريمة وأنه بريء منها كبراءة الذئب من دم يعقوب. وعليه فالقرار بإعدام هؤلاء الشباب هو قرار ضد الإنسانية، قرار جائر ظالم، يؤكد إجرام هذا النظام الذي عليه أن يرحل. ليس هناك مجال لبقاء هذا النظام، سواء قتل أو أعدم أو عذب أو نفى من الأرض المواطنين، عليه أن يرحل. هذا النظام لم يعد صالحا لأن يحكم مجتمعا متحضرا متقدما، لأنه نظام ينتمي للماضي، ينتمي لعقلية القبيلة، ينتمي لعقلية رئيس القبيلة الذي لا يستطيع أحد أن يسائله عما يفعل. وبالتالي نحن نهيب بالعالم أن يقف صفا مع هؤلاء المظلومين ويطالب هذا النظام بوقف هذا التعذيب وهذا الحكم الجائر.